بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا اب تو ديت ديال جديد سوق العملات الرقمية لليوم 5 ماي 2018. غادي نشوفوا الجديد ديال العملات الرقمية منهم البيتكوين اتسيتيرا. شوفوا فين وصلت سوق ديال العملات الرقمية. الناس اللي ما ابونيش معنا يتابونوا معنا ويفعلوا زر الجرس ويديروا لايك لا فيديو. بالنسبه للماركت كاب 468 مليار دولار، بالنسبه للفوليوم ديال 24 25 مليار دولار، ودومينونس ديال البيتكوين 35.9%. بالنسبه للدومينونس ديال البيتكوين كيف ما شفنا نقصات ونقصات بزاف في على الارقام اللي كانت فيها، كانت تقريبا 40%، كانت كذا 40%، وصلت ل 35%. هذا دليل على ان الماركت كاب ولا لي زانفيستيسور ولا المستثمرين مشاو للالت كوين. يعني الالت كوين هي اللي طالعه دابا، منهم الايثيريوم اللي خدات واحد القيمه كبيره، منهم الرايبل اتسيتيرا. بالنسبه للايثيريوم 9913 دولار، 9913 دولار. كنشوف بان الايثيريوم بان البيتكوين قرب للحاجز ديال 10000 دولار، وكنعرفوا ان الحاجز ديال 10000 دولار عنده واحد القيمه كبيره، لانه واحد لا بارير سيكولوجيك عند الناس وعند الانفستيسور. اين فوا يفوت 10000 دولار، كي البيتكوين يقدر يوصل لواحد المستويات عاليه، ان الناس غيلفت الانتباه ديال الناس، وبالتالي غادي يكونوا مستثمرين جدد اللي غادي يبغيو يدخلوا على البيتكوين، نظرا لانه في نظر ديالهم صافي هذه الطريق الصحيح بالنسبه للبيتكوين، ومن ثم غادي يوصل مستويات عاليه وعاليه جدا. لذلك الكل ينتظر ان البيتكوين يتعدى 10000 دولار ويفوت الحاجز ديال 10000 دولار ويمشي نحو 11000 دولار، والكل كيترقب هذا الرقم هذا باش يعرف واش يدخل ولا مازال ان البيتكوين يوقع فيه دي كوريكسيون. ولكن في الغالب ديال الامر ان البيتكوين سيحطم هذا الرقم وغيمشي واحد المستويات عاليه وعاليه جدا، وهذا غير الراي الشخصي ديالي. انا في الراي الشخصي ديالي بان البيتكوين في شهر 6 ولا العملات الرقميه في شهر 6 الشهر اللي جاي غادي تعرف واحد الارتفاعات كبيره جدا، على غرار العام اللي فات كانت نفس القضيه، وقع واحد الانفجار في العملات الرقميه، في الاسعار ديال العملات الرقميه في شهر 6، وصلت واحد المستويات عاليه وعاليه جدا. بالنسبه للايثيريوم 817 دولار، الرايبل يتجه الى 1 دولار، ايوس 18 دولار. بالنسبه للبيتكوين كاش 1600 دولار. بالنسبه للايت كوين 179 دولار. بالنسبة للكاردانو 0.36 دولار، السيلر 0.43، والتويوتا 2.35. مهم، الأمور عادية جدا. العملات اللي طلعت مؤخرا واللي دارت ضجة مؤخرا هي عملة اللوم اللي تلستات في الباينانس، نقزات واحد النقيزة، الثمن ديالها ارتفع واحد المستويات عالية، ولكن دابا في واحد لاكوريكسيون كيف ما شفتوها. عملة اللوم، عملة إلاستوس غادا بواحد الاتجاه، غادا بواحد نظر لأن الكونتيتي سبلاي ديالها قليل وقليل بزاف. صراحة عملة عندها واحد البروجي كبير وغادا بواحد الطريق الصحيح بمستويات عالية وعالية جدا. شفنا عملة البوليمات، شفنا في البيتريكس أن عملة البوليمات، وهي عملة شرحتها في الفيديو السابق، الفيديوهات السابقة. بوليمات صراحة من كيف ما شفتوا هنا 0.92 دولار، قربت لواحد دولار. هي عملة اللي أكثر من رائعة، وأنا شخصيا عندي بوزيسيون في البوليمات، يعني تقريبا في البيتريكس ما عنديش شي حاجة أخرى من غير البوليمات. يعني البوليمات هي العملة الوحيدة التي نستثمرها في البيتريكس. بالنسبة للفيزيون 8.86 دولار، كيف ما شرحناها في القناة كانت 2 دولار، دابا دارت فوا 4 8.86 دولار. شفنا ان الستراتيس طلعت واحد المستويات عاليه، ولات تقريبا في العملات الاوائل اللي كاينين في الباينانس،
من ناحيه لا فلكتياسيون دو بري ولا تشينج، انه بين ستراتيس كانت 5 دولار دابا 8.36 دولار، اظن انها تقدر توصل للمستويات العاليه اللي كانت فيها اللي هما 13 14 دولار. فوالا بالنسبه هضرنا على البوليمات، صراحه البوليمات ان بروجي كبير وكبير بزاف، غنحاول نهضر عليه في هاد لا فيديو هادي لاني درت عليه ابحاث وابحاث كثيره بزاف. بالنسبه للبوليمات، بوليمات تقريبا السياسه ديالهم ولا لو بروجي ديالهم انهم باغيين نرجعوا، باغيين نديروا واحد لا بلاتفورم بحال الايثيريوم ولكن خاصه بالسيكوريتي توكن. شنو هما السيكوريتي توكن؟ السيكوريتي توكن لا علاقه بالسيكوريتي كمفهوم امني ولا مفهوم ديال الحمايه، ولكن السيكوريتي توكن هما مثلا لي زاي سي او يكونوا ريغولا، يكونوا مؤطرين قانونيين، يكونوا قانونيين، يعني كتحاولوا ان الشركه اللي بغات دير اي سي او ولا الاي سي او اللي غادي يدير يكون تقريبا 100% قانوني. وهذه القضيه هذه غتحل الباب العديد من المستثمرين اللي كاينين في البورصه ولا المستثمرين اللي باغيين يدخلوا لا كريبتو كيرونسي بواحد الصفه قانونيه، ويديروا واحد الاي سي او بصفه قانونيه وما يكونش عندهم مشكل مع اي دوله ولا مشكل مع اي قانون. تقريبا هذا هو لو بروجي ديال بوليمات، انها دير منصه ديال ما سمي ولا ما تسمي به بالسيكوريتي توكن اس تي، الاس تي 20. وهاد الاس تي 20 هما دي زاي سي او، هما دي توكن اللي عندهم الطابع القانوني ديالهم، عندهم الطابع يعني ما كاينش فيهم حتى شي اشكال قانوني، لان جميع لي زاي سي او اللي كنشوفو دابا عندهم مشاكل في لا ريغولاريزاسيون ولا التعطيل القانوني ديالهم ما كاينش. هذا هو القوة ديال بوليمات، انها ما جابتش شي حاجة جديدة في لو كود ولا اتسيتيرا في لو بروجي، ولكن لو بروجي ديالها مبازي على كل ما هو قانوني، كل ما هو قانوني ولا نوع اخر، كنقول واحد النوع اخر من التوكن اللي هو سميتو سيكوريتي توكن، لان لي توكن اللي عندنا موجودين حاليا هما كنسميهم اتيليتي توكن. والفرق بين السيكوريتي توكن والاتيليتي توكن هو القضيه اللي قلت لكم ديال الريغولاريزاسيون وديال القانونيه ديال الاي سي او. نشوفو نقدروا الفيديو، نشوفو ربما ان لقيت شي فيديو عندهم لقيت عندهم شي فيديو في لو سيت ديالهم، كاين ديجا شفتو، يمكن ان درت على ريفيو تقريبا في ستيميت، نقدر نشوف نلقاه في ستيميت. كيف ما تشوف في ستيميت درت عليها واحد الارتيكل ديال لو بروجي ديال السيميت، تقدروا بعد تدخلوا في السيميت وتشوفوا معلومات اذا كانت عجباتكم هاد البوليمات. كونيكسيون ثقيلة، سمحوا لي بزاف. فوالا تقريبا هذا هو الارتيكل اللي درت على بوليمات في ستيميت، حاولت نشرح به باللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه العربيه واللغه الانجليزيه. نشرح فيه بوليمات، بدلني هاد تاغ غلطت فيه. الناس اللي ما منضمينش للسيميت كنصحهم باش يدخلوا لهاد المنصه، اكثر من رائعه صراحه، بروجي زوين ولا دخلتوا ليه وعرفتوا كيفاش تخدموا بهذا البروجي، ما غاديش ندمو صراحه. المهم غادي نخلي لكم الرابط ديال البوليمات في لا فيديو ديال الديسكريبسيون ديالهم، فيه معلومات على البوليمات. فوالا، نتمنى انكم تبارطاجيو معنا الاراء ديالكم حول البوليمات، حول العملات الرقميه اللي كتهمكم، ونقدروا نديروا ليها دي ريفيو ولا نديروا نهضروا على لو بروجي ديالها. ان شاء الله نحاول نهضروا على لو بروجي اللوم للعديد من الاخوان
باغي نتكلم عليه. لو بروجي هاكن اللي كيبان ليا من لي بروجي الواعدين حتى هو، ونشوفو دي بروجي اخرين ان شاء الله. نتمنى تكون توفقت في شرح ديال هاد لا فيديو. ما تنساوش دعمونا بزر الاشتراك، تابوناو معنا الخوت، وفعلوا زر الجرس. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.